أولاً كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أمهات المؤمنين عليهن السلام، وكنا جميعا منبهرين به صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنهن كنا في رضا تام، لا، ولكن في انبهار شديد بهذه الشخصية الربانية. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: وكيف هذا يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت علي قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت عني قلت ورب محمد. وهي في أثناء الكلام، بالرغم أنها تقول ورب إبراهيم، إلا أنها يعني هي تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يتزعزع، حبا مستقرا، حبا شاملا. وهي التي تقول: كان في مهنة أهله. أخرجه البخاري. تخيل هذه الكلمة الجامعة التي ستنقل لك صورة عن الحياة اليومية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كان في مهنة أهله. مهنة أهله يعني إيه؟ يعني الست بتطبخ ومساعدة في الطبيخ، وده رسول الله. لا، اللي حامل الدعوة ده يعني سيد البشر. ده سيد البشر، ده العبد الرباني، ده الكامل المكمل، الأسوة الحسنة، ده سيد المرسلين عليه الصلاة، حبيب رب العالمين، ده المصطفى المختار. هذا كان نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني حاجة عالية قوي، عالية قوي. لكن كان في مهنة أهله، هذا هو العلو، علو الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه كان في مهنة أهله؟ يعني الست بتخيط، هم يلطم لها الإبرة، يجهز لها الحاجة، يساعدها، يناولها المقص. كان في مهنة أهله. هي بتعمل إيه الست؟ قاعدة قاعدة بتعمل حاجة، بتنظف البيت، ومين ينظف معاها؟ هي تاخد الحتة دي وهو ياخد الحتة دي. ده سيد الخلق. ما قالش أنا مشغول، ده أنا ورايا مسؤوليات. مش مشغول وبس، ده هو كان مفروض عليه قيام الليل، قيام الليل في حقنا احنا نافلة، لكن في حقه هو وجه إليه ففرض عليه: قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وقال له إيه بقى تاني؟ قال له حتة تانية في اللي احنا بنقول عليه ده: إن لك في النهار سبحا طويلا، ما تنامليش في الليل، اعبد ربنا في الليل. هناك علاقة غريبة بين القرآن وبين الليل. إن أنزلناه في ليلة مباركة، يبقى نزل ليلا. إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى هو ليلا هو. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى في علاقة بين القرآن وبين الليل. إيه العلاقة دي؟ شكلها إيه؟ ما نعرفش، بس في علاقة. القرآن نص وطأ وأقوى مقيلة. وأقوى مقيلة. طيب، إذن هو مفروض عليه فرض زي الفروض الخمسة بتاعتنا احنا كده، اللي هو كتير من الناس بيستثقلوها. لا، هو بقى كمان مفروض عليه قيام الليل. وقال له: إن لك في النهار سبحا طويلا.
قال النهارده كان في مهنة أهله. يبقى إذن الجسد اللي بيتحمل هذا ده فيه همة عالية وفي أهمية، في همة وفي أهمية لأن يكون في مهنة أهله. ده عايزة، دي مش عايزة همة بس، ده عايز إن هو يبقى عنده عقيدة إن اللي هو بيعمله ده مهم للغاية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان دائما معلما، فهو بيعلمنا احنا انك، وهو قال بقى وصرح بذلك، خياركم خياركم لأهله وانا خياركم لأهله. يعني بس شوفوا انا بعمل ايه واعملوا